عندي وزاره التضامن، عندي النيابه الاداريه المستشاره رشيده فتح الله رئيس هيئه النيابه الاداريه قامت باحاله قيادات بالتضامن للمحاكمه بقضيه انتهاكات جنسيه بدور الايتام. احاله 35 متهم للمحاكمه العاجله على خلفيه تورطهم في اهمال صارخ في اداء واجبات وظيفتهم اللي حملوا امانتها حيال انتهاكات واعتداءات جنسيه وممارسات شاذه التي وقعت على ضحايا من الاطفال باحد دور الايواء الايتام بمنطقه عين شمس، ده في المصري اليوم. الملف ده ملف خطير، ملف خطير بيستوجب ان احنا نفتحه بجراءه وبوطنيه وباخلاص، لان الاولاد اللي موجودين في دور الايتام ايتام، اللي موجودين في مثل هذه الدور ما فيش حد يدافع عنهم، المجتمع ما يبقاش غول عليهم، المجتمع يبقى رحيم على هؤلاء. ازاي ابدا اتداول هذا الملف؟ انا لا انفي ولا انفي اطلاقا ان وزير التضامن الاجتماعي الدكتوره غاده والي قمه النشاط وقمه الاحترام وشغاله شغل زي ما بقول مثالي، والناس الطاقم اللي معاها شغالين زي الفل. النيابه الاداريه لما فتحت الملف واحاله 35 للمحاكمه العاجله اكيد كان فيه اخطاء. الملف ده لازم يتفتح لانه مش ملف غاده والي لوحدها، مش ملف وزاره التضامن، مش ملف، ده ملف المجتمع. ازاي المجتمع يبقى يحنو؟ المجتمع ازاي يحتضن؟ ازاي المجتمع يبقى رحيم على هؤلاء الضعفاء اليتامى؟ محتاجين نفتحه بكل جراءه. النائب المحترم عاطف نخليف وكيل لجنه الشؤون حقوق الانسان في البرلمان المصري تقدم بطلب احاطه عاجل في البرلمان الى الدكتوره غاده والي وزير التضامن بشان الانتهاكات والتجاوزات اللي بترتكب تجاه الاطفال داخل دور الايتام. هو ده التحرك اللي انا بقصده، تحرك البرلمان، المجتمع المدني، الاعلام، محاصر الظاهره ونفضح هؤلاء علشان دول ولادنا، وفي الاخر دول مش ولاد شوارع، دول ولادنا، دول